السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد مجددا بلقياكم في الفيديو. نتمنى تكونوا غير ديال القصه تعاود تقراها تعاود تقراها. الحاجه اللي ما فهمتيهاش سول نتاعك حش انت ما تسولش. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ السنة الأولى بكالوريا، مرحبا بكم بفيديو جديد في لابروديكسيون إكريت. اليوم غادي نطرقوا لواحد الموضوع اللي طلبوه مني بزاف ديال التلاميذ في لي كومونتير، اللي هو أكوردي لا ليبرتي أو جون، يعني كنعطيو الحرية أون طونكو بارون، يعني كآباء كنعطيو الحرية لي جون، يعني لي زادوليسون لي زونفون الشباب إلى آخره. دونك حنا واش حنا مع هاد الشيء هذا ولا حنا ضد هاد لو فيت ديال أننا نعطيو الحرية للشباب فوالا او الاطفال ديالنا، يعني اون طونكو بارون فوالا. دونك هنا هذا هو السوجي رقم 6. دونك خدمنا 5 ديال المواضيع، هذا هو الموضوع رقم 6. كل موضوع راه كنخدموه ببلون سامبل وكنخدموه عاوتاني ببلون ديالكتيك. دونك هنا هذا الموضوع هذا غادي نخدموه بالبلون سامبل، غنخدموا لا ريبونس، يعني غنقولوا حنا مع الناس اللي يعني كيف ما كتعرفوا كنديروا ديما دو ريبونس. حنا مع ديك الفئه اللي كتعتقد بانه الفو تاكوردي يعني بلوس يعني اون ليبرتي توتال فوالا او جون او زونفون او زادوليسون. وغنهضروا على عاوتاني يعني الناس اللي كتقول لك راه ما خصناش نعطيو حريه توتال، خصنا ليميتي والحريه ريستراند لا ليبرتي فوالا اي تو سكو فو فولي. دونك هنا الموضوع ممكن يتطرح بحال هذا الشكل هذا. مثلا دون جوغ في ايامنا هذه بليزيوغ كونفلي، بزاف ديال الصراعات بليزيوغ كونفلي. ورقه وسيرو الله يرضي عليك وبقى تكتب فوالا. دونك انا التلاميذ اللي كيطلبوا مني والتلميذات اللي كيطلبوا مني يعني دير معنا عبارات كلمات فوالا، راه من هنا كتاخذوا الكلمات والعبارات. دون جوغ هذه واحد الكلمه اللي تستعملها ديما في المقدمه. بليزيوغ كونفلي بزاف ديال الصراعات سيرفيان دون لا رولاسيون دي بارون افيك لوغ زونفون، يعني كاينه في العلاقه بين الاباء وبين الابناء. لون دي كوز دو سي اورت فوالا، واحد يعني واحد السبب من فوالا سبب من الاسباب ديال هاد لي كونفلي هادو هاد لي زور فوالا. اي لاسبيراسيون دي جون ا اون بلو غروند ليبرتي، يعني هو ان لي جون بغاو واحد الحريه كبيره فوالا. ils veulent لاحظوا معايا مزيان ils veulent s'affranchir de toutes les contraintes imposées، يعني بغاو يتحرروا فوالا، بغاو يتحرروا فوالا جميع القيود اللي مفروضه يعني من طرف الاباء. par les adultes فوالا، par les adultes ça veut dire par les parents. or certains parents s'y opposent catégoriquement، ولكن كاين بعض الاباء اللي ضد هذا الشيء هذا، يعني ما يمكنش نعطي للطفل او يعني الطفل ديالي سواء كان دري صغير سواء مراهق سواء جون نعطي واحد الحريه اللي هي تامه فوالا بدون محاسبه الى اخره. دونك هذا هو البروبليم فوالا. فوتيل اكوردي او جون اون غروند ليبرتي او لا ريستراند، واش خاصنا نعطيو لي جون واحد الحريه كبيره ولا خاصنا ريستراند صافي دير ليميتي، يعني نحدو من هذه الحريه هذه. هنا غنقدموا الموضوع الفا دو سوا كو لي بارون، يعني من البديهي ان الفا دو سوا كو ورقه وستيلو ان لي بارون سو تروف توجور، يعني الاباء ديما كيلقاو ريوسهم اون سيغتان بيريود دو لوغ في فاس ان ديليم، يعني ديما تلقاو ريوسهم فواحد المرحله في الحياه كيلقاو ريوسهم فاس لواحد لو ديليم. ديليم هو لو كونفلي، واحد الصراع. شنو هو هذا الصراع هذا؟ غوكوغيغ ا لوتوريتي كوم ا مويان ديدوكاسيون اون ريزينيون اون ريجيسون باردون دون مان دو فير لي شوا اي لي بونجون دو لوغ زونفون ولا لا ليبرتي دو لوغ زونفون او بلوتو ليسي لا ليبرتي دو ديسيدي بور او ميم. يعني فواحد الفتره معينه الاباء كي فوالا كيلجؤوا للوتوريتي، يعني كيكونوا محتارين من جوج الحوايج. واش اللجوء الى السلطه، غوكوغيغ لوتوريتي كيلجؤوا للسلطه كوم موايان كوسيله للتربيه كوم موايان ديدوكاسيون اون ريجيسون دون مان دو فير، يعني كيتعاملوا بيد من حديد مع لي شوا مع لا ليبرتي مع الميولات دو لوغ زونفون، يعني كيحاولوا يحدوا لهم داكشي اللي بغاو فوالا من اجل يعني خوفا عليهم بطبيعه الحال. او بلوتو ومن جهه اخرى تيقول لك يعني من الافضل ليسي لا ليبرتي لوغ ليسي لا ليبرتي، نخليو لهم الحريه باش هما يقرروا ريوسهم شنو بغاو فوالا. دونك هنا نعطيوهم حريه. دونك هنا كو شوازيغ لوتوريتي ولا لا ليبرتي، واش نعطيوهم لا ليبرتي توتال ولا نكونوا مع الدراري اوتوريتير.
Faut-il accorder la liberté aux jeunes et aux adolescents? Wesh, n'a-t-il le hurriel les jeunes ou les adolescents? Voilà. Alors là, la relation entre les parents et les enfants. Voilà. Et là, on a soit restreindre la liberté, on a droit à la fin, le plan simple, le plan simple, le حد من الحرية البلان سامبل الثاني غادي ندافعوا على اكوردي لا ليبرتي ابسولو نعطيو حرية اللي هي مطلقة دونك هنا عندنا جوج تاع بحال قلتي بوغ او كونتر فوالا غنشوفوا لي زارغومون ديال ريستراندغ لا ليبرتي ورقة وستيلو كتبوا معايا لي بارون سون بارفوا اوتوريتير الاباء تيكونوا بعض يعني هنا مع 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 الناس اللي كتقول لك اودي خاصنا نحدوا الحريه ما خاصناش نعطيو الحريه حريه مطلقه فوالا لولادنا فوالا لي بارون سون بارفوا اوتوريتير الاباء تيكونوا بعض المرات سلطويين لي سومونتر سيفير وكيكونوا صارمين اونفير لو بيان دو لوغ زونفون فوالا اونفير لوغ زونفون باردون بور لو بيان فوالا انحيدو اونفير هادي وغنديرو بور لو بيان دو لوغ زونفون يعني من اجل المصلحه ديال ولادهم Les parents cherchent toujours à contrôler la liberté de leurs enfants afin d'assurer la sécurité de ces derniers. Yani les parents يقلبوا ديما يكونتروليو يقلبوا ديما يحدوا من الحريه ديال ولادهم باش يضمنوا لهم واحد الامان فوالا de ces derniers et de les protéger. Voilà, et les protéger باش يحميوهم de tous les dangers du monde extérieur. يعني يحميوهم من جميع المخاطر ديال العالم الخارجي. Ses parents, les parents estiment que leurs enfants ne sont pas encore capables de bien gérer leur vie. Les parents disent que leurs enfants ne sont pas capables de gérer leur vie. Ils ne sont pas capables de gérer leur vie. Les jeunes ne sont pas assez mûrs. Ils disent que les jeunes ne sont pas assez mûrs. Ils ne sont pas assez mûrs. Ils ne sont pas assez mûrs. Ça veut dire qu'ils sont téméraires. Les dangers qui menacent les jeunes sont de plus en plus nombreux. يعني المخاطر اللي كتهدد هاد الشباب والمراهقين الى اخره هو من يعني فوالا هما كثار يعني شي حاجه اللي هي كثيره خصوصا حاليا في هاد الفتره فاش نعيشوا حنا فوالا اون غروند ليبرتي بو كوندوير لو جون على ديلانكونس يعني واحد الحريه مطلقه ولا كبيره تقدر يمكن ان تؤدي يمكن بو كوندوير ان تؤدي بالشاب او بالمراهق او بالطفل على دي لانكونس يعني الانحراف الطباجيزم لا دروغ لا بروستيتيوسيون يعني يمشي للدعاره يمشي لا دروغ الطباجيزم دونك هذا الكارو الى اخره لا ليبرتي دي بريدي بو مني على نيغليجونس دي دوفوار سكولير فاميليو سوسيو يمكن نعطيو واحد الحريه كبيره للدري هنا كيدي الاهمال الاهمال ديالاش ديال لي دوفوار سكولير او 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 على فان سكولير او على فان عفوا اس على فان هنا تنحاول نخدم معكم يعني تلاحظوا بزاف ديال لي زيغور بعض المرات كننسى دي شوز بعض المرات كنغلط في دي فراز هنا لاني ما كنراجعش باش نكونوا واضحين يعني يكفي اني كنكتب بعض المرات كناخذ افكار من دي سيت الى اخره دونك انا ما كنراجعش باش نسربي باش نحط لكم في الوقت فوالا دونك هنا دي دوفوار سكولير اس فاميليو سوسيو يعني كيدي الاهمال ديال الواجبات المدرسيه العائليه والاجتماعيه La liberté incontrôlée est contraire aux principes religieux. يعني la liberté اللي كتكون الحرية اللي كتكون غير voilà الحرية اللي كتكون يعني incontrôlée ما عرفتش نقولها لكم بالعربية يعني الحرية اللي ما كتكونش ليميت اللي ما كتكونش مضبوطة ومقننة voilà الحرية اللي ما كتكونش مقننة كتكون ديما ضد المبادئ الدينية المبادئ الأخلاقية المبادئ الاجتماعية وكل سوسيتي شاك سوسيتي pose ses propres limites à la liberté de l'individu. كل مجتمع تيحط لي ليميت كيحط بعض الحدود في الحريه ديال 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 الفرد اللي كينتمي لهذا المجتمع هذا. La liberté est une notion relative. الحريه هي هو مفهوم اللي هو نسبي. Voilà, même avec une grande liberté واخا نعطيو واحد الحريه كبيره, l'individu aura toujours l'impression d'être opprimé. الفرد ديما غادي يقول لك راه ما عطيتينيش الحريه واخا تعطيه حريه كبيره غايقول لك ديما تيكون عنده داك الانطباع لامبريسيون بانه راه مقموع ما عطيتيش الحريه هنا غندوزو للنقيض الاطروحه هو اكوردي لا ليبرتي يعني نعطيو الحريه للشباب هاد الناس هادو تيقول لك ان اونفون كي نو بينيفيسي با دون ليبرتي توتال ريستورا دورون توت سا في يعني واحد الدري اللي ما كيستافدش من لا يستفيد من حريه مطلقه سيبقى طوال حياته كفرد افيك
اون هنا معاوده اون اون فابل بيرسوناليتي، يعني بواحد الشخصيه اللي هي ضعيفه، اون سوغا با اوتونوم، ما غاديش يكون مندمج، اون سوغا با انتيغري في لا سوسيتي، ما غاديش يكون مندمج في المجتمع، غتكون عنده شخصيه اللي هي ضعيفه الا كنتي ديما مخبيه وما كتعطيهش الحريه باش انه يواجه هو المشاكل الراسو. اون بو دير كو ديسيدي بور سي زونفون نو لي بريبار با افرونتي لا رياليتي اسيومي لا ريسبونسابيليتي. ممكن ان نقول انه يعني عندما نقرر في فوالا في مكان، يعني ابنائنا ملي كناخذوا قرارات في المكان ديالهم هما، ما كيوجدهمش هادشي، ما كيخليهمش يكونوا بريباري باش يواجهوا الحياه، باش يواجهوا الواقع، افرونتي لا رياليتي يا اسيومي لا ريسبونسابيليتي، وباش يتحملوا المسؤوليه. كيقول لك عاوتاني لوم اني ليبر، الانسان تزاد حر، يعني هذا يعني سي ان دغوا كو ريكونيس لي ريليجيون، يعني هذا الحق هذا كيعترفوا به الاديان، كيعترفوا به الدساتير ديال العالم، لي كونستيتيوسيون لي ديفيرونت كولتور، كلشي كيقول لك بان الانسان راه حر وماشي من حد، ماشي من حق شي واحد انه يتحكم فيه. لانديفيدو دون طون ليميت لا ليبرتي سوغي اسكلاف، الفرد اللي كنحدوا ليه من الحريه ديالو تيولي عبد، سوغي اسكلاف صافي يصبح عبدا. Donner plus de liberté apprend à l'enfant à être autonome. Li katati hurriya kbira katallem drri anno ykon autonome, ykon intégré fi lmojtama' a so forger une personnalité forte, ou bach ygad wahed chkhsiya li hiya qwiya charismatique. Priver un enfant de liberté ou la réduire, c'est en faire un citoyen lâche peureux. Mli katharam priver un enfant hirman w tiflin min hurriyati. هيا خذوا الجمله هكا، حرمان طفلي من حريتي، ولا التقنين، ولا التقنين من حريتي، فوالا سي اون فير، يعني نجعل منه فوالا مواطنا جبانا فوالا يعني خائف، يعني ديما تيكون عايش في الخوف. فوالا بور كونستخوير فوالا بور كونستخوير ان بيي ديموكراتيك، باش نقادو واحد البلاد اللي هي ديمقراطيه، اللي تامبيغاتيف دي لارجيغ لو شون دو ليبرتي دي زونفون، يعني ضروري اننا نوسعو هذاك المجال ديال الحريه ديال 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 الدراري، يعني نعطيهم حريه كبر. لا ليبرتي اتون كونديسيون سينيكوانون دو لا كرياتيفيتي، الحريه هي واحد الشرط اساسي باش دو لا كرياتيفيتي، باش الدري يكون مبدع. فوالا دونك هنا انتم يعني بزاف ديال لي زارغومون حوالي 9 يعني كافيين، يعني باش انكم نتمنى انكم تحفظوا بعض الاشياء من هذا الشيء. هذا راه الحفاظه ديال هذا الشيء هذا هي اللي غتخلي الفوكابولير عندك يكون عندك، يعني تكون لاطيت يعني عامره. من غير هذا الشيء هذا راه ديما تبقى تقول ما غنلقاش لي زارغومون. انا هضرت مع بالسلسله في الصيف قلت لكم راه الحفاظه راه شيء ضروري، بلا ما يبقى يقول لك الحفاظه لا ما عنديش مع الحفاظه، هذيك هضره ديال اللي لاش، هضره ديال الناس اللي ما بغاتش تخدم. عندك مشكل في الفرنسيه حفظ جمل، حفظ عبارات، مع المده راه غادي يعني سي سيغ سيغتان غادي يخرج داك الشيء من عقلك ديون مانيير اوتوماتيك. دونك ما نرجعش هذه المسائل هذه غير كنصيحه عاوتاني تفكرتها. فوالا هنا غنشوفو غنخدمو هادشي بالبلون سامبل. فوالا فوالا بلون سامبل هو هذا كتذكير. فوالا دونك غنبداو بالجواب الاول، ريستخاندغ لا ليبرتي يعني الحد من الحريه. لاحظوا المقدمه دو نو جوغ بليزيوغ كونفلي، يعني كناخدو نفس المقدمه اللي عطاونا في السوجي كنبدلو فيها شويه، موديفي واحد شويه، يعني بزاف ديال لي كونفلي كيجيو في العلاقه ديال الاباء مع الابناء. سي ديغنيي يعني الابناء veulent s'affranchir de toutes les contraintes imposées بغاو يتحرروا من جميع القيود اللي مفروض عليهم. اون ايفي انا غنقدموا لا تيز ولونتيتيز، سيغتان تروف كيل فو ريستراندغ لا ليبرتي دي جون، كيقول لك الدراري خاصنا نحدوا من الحريه ديال لي جون، الوغ كو دوطر كخوا كو لي جون دواف بين الاخرين، تيقول لك راه لي جون خاصهم يستافدوا دون ليبرتي توتال، ياخذوا حريتهم تام كامله ويتحملوا مسؤوليتهم. دونك فوتيل اكوردي عفوا فوتيل هنا نمسحوا هاد الاكوردي، هادي غلط، يعني هنا اكوردي غنديرها في الشق الثاني في الجواب، غنحيدوا اكوردي. فوتيل ريستراند، فوتيل ريستراند لا ليبرتي دي جون او دواتون لوغ اكوردي اون ليبرتي توتال. دونك انا في السؤال كنديروا جوج تاع سؤال حمال او حمال وجهين، يعني فيه فوالا الحاجه الاولى فوتيل ريستراند لا ليبرتي دي جون، واش نحدوا الحريه تاع لي جون، ولا دواتون لوغ اكوردي اون ليبرتي توتال، ولا نعطيهم واحد الحريه اللي هي تامه. دونك انا غندافع على اننا خاصنا نغيستخاند، يعني نحدوا من الحريه ديالهم. À mon avis, je pense qu'il faut restreindre la liberté des gens pour plus, des jeunes pour plusieurs raisons. D'abord, les jeunes ne sont pas assez mûrs, يعني هما ما ناضجينش, et les dangers qui les menacent sont de plus en plus nombreux. يعني كاين بزاف ديال لي دونجي, بزاف ديال المخاطر اللي كيهددوهم. Ensuite, une grande liberté peut conduire le jeune à la délinquance. ملي كنعطيو حريه كبيره, le jeune يقدر يمشي لا délinquance, الانحراف. هادشي شرحته, دونك انا راه غير كنقرا لكم وصافي, اما راه تشرح, راه هادو هما لي زارغومون اللي شرحت لكم.
tabagisme, drogue, prostitution, en plus la liberté contrôlée, incontrôlée et contraire aux principes religieux, يعني الحرية اللي ما كتكونش ضد المبادئ الدينية الأخلاقية الاجتماعية. وكل مجتمع راه ضروري كتلقى فيه لي ليميت اللي خاصنا نحترموهم في أي مجتمع في العالم. أنسي لا ليبرتي إيت أون نوسيون غولاتيف، الحرية هي واحد المفهوم اللي هو نسبي، وخا تعطيه حرية كبيرة للدري في نهاية المطاف غادي يقول لك راه أنا مقموع ومي باغو ما عاطينيش حرية تامة في نهاية المطاف. في الخاتمة مثلا جو بونس جو كخوا كيل فو ليميتي لا ليبرتي اكوردي او جون كار ايل نو سون با ميغ اي ساج، يعني خاصنا ليميتي وخاصنا نحدو ليميتي هي ريستخاندر الحرية، لأن الدراري لي زادوليسون هما ماشي ساج فوالا، ماشي ميغ وماشي ساج، ماشي ما ناضجينش هما وما عندهمش الحكمة باش يسيروا حياتهم حاليا او في المرحلة اللي هما فيها. دونك هنا لا ريبونس جوج، الناس اللي كتدافع على هذه كتقول لك اودي خاصنا نعطيو الحريه، المقدمه راه هي هي نفس الغلط، انا غنحيدو اكوردي فوالا نفس الغلط. دونك هنا غنديرو لاحظوا معايا مزيان، امون افي جو بونس كيل فو تاكوردي لا ليبرتي او جون، خاصنا نعطيوهم الحريه بور بليزيو ريزون فوالا، نفس لي زارغيمون ما كاينلاش نعاود نقرا غادي غير يطوال لا فيديو طوال لا فيديو. غنقرا لكم الخاتمه اللي تيقول لك جو كخوا كو لي جون دواف بينيفيسي دون ليبرتي توتال، يعني الشباب خاصهم يستافدوا من المراهقين خاصهم يستافدوا من واحد الحريه اللي هي تامه فوالا، افان كيل سوا اوتونوم ريسبونسابل باش يكونوا مسؤولين ويتحملوا المسؤوليه ديالهم وباش يندمجوا في المجتمع فوالا. دونك هنا اليوم خدمنا بالبلون سامبل وخدمنا جوج تاع الاجوبه كلشي قدامكم فوالا. دونك دابا غادي نمشيو فوالا، دونك لا فيديو الجايه ان شاء الله غنحط لكم بلون ديالكتيك في هذا الموضوع هذا. دونك ميرسي بور فوتر اتونسيون، نتلاقاو في فيديو قادم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.